مونز الكباير هل هو قدم حاجه للفريق؟ صراحه لا، انا مونز الكباير لم يقدم شيء لفريق الافريقي. الافريقي عنده مشكله، عنده مشكله كبيره ناحيه الشمال، عنده مشكله في الباك، وناحيه اليمين من ساعه غياب بسام الصرافي بقى في مشكله. فانت دلوقتي الله اكبر بقى عندك مشكله على الطرفين، طرف الشمال والطرف اليمين، فشل في حلها رشاد العرفاوي وفشل في حلها زهير الزواني. اما قصه ان انت تحط لعيب زي حمدي العبيدي او جنجس لايده تدي له واجبات ان هو يطلع على الطرف، فده معناه ان انت مدرب ساذج.